بإضافة أدويته الخاصة إلى الأدوية التي سيصفها، وبالطبع بفعلته هذه سيترك دليلاً وراءه، وهذا سيشير إلى أن الشخص الذي يريد إيذاء كودريت موجود في القصر. داس كل من باران وديلان على بعضهما البعض ويعتزمان الاستمرار في ذلك. بالنسبة لديلان الذي طرده آزادي من المطبخ، يشمر باران عن ساعديه ويدخل المطبخ. باران وديلان في المطبخ، سنستمتع بمشاهدة هذه المشاهد حيث سيزداد التواصل بين الثنائي. يأخذ ديلان السكين في يده بينما يحاول مساعدة باران. يقول باران: لا تسحبها من يدي في المقابل. ووفقاً لبعض المعتقدات، فإن أخذ السكين من يد شخص ما هو علامة على النكد، لذلك نرى أن باران لا ينوي البقاء عابساً مع ديلان. من ناحية أخرى، فإن عيش ديلان في البداية حياة السجن في منزل منفصل، وتعرضه للضرب على رأسه من قبل رجل ثم اختطافه أصاب ديلان بالصدمة. من اختبر هذه الأشياء سيصاب بنفس الأشياء. لا تستطيع ديلان أن تنام بشكل صحيح وهي تهذي باستمرار، وباران هو من يوقظها من الكابوس. لكن باران يريد حل هذه المسألة بشكل جذري، ويتمنى أن تشعر زوجته بالأمان وتنام مرتاحة. تدرك دريا وفيرات الخطر، ويشعر جول أيضاً بشيء ما بالطبع، وتدرك باران أن هناك امرأة في النهاية، حتى أن دريا تحزم حقيبتها عندما تسمع ذلك، فهي تعلم أنها لا تستطيع البقاء في هذا المنزل إذا اكتشف باران الأمر، لأنه سيشعر بالعار. لكن دريا ستخطط لشيء ما بدلاً من الهروب. تواصل آزادي ضغوطها النفسية، وهي الآن تحاول رسمياً الإيقاع بين ديلان وباران في المقبرة. بغض النظر عما فعله باران، لا يمكن أن يكون جيداً لهذه العائلة. لماذا لا تتقبل آزادي بعض الأمور وتفكر في سلام بيت الأطفال؟ كم عمرك؟ يجب أن تتصرف بنضج أكثر قليلاً. أدرك ديلان أن دريا امرأة خطيرة. دريا وديلان بمفردهما في القصر، علم ديلان أن دريا حاولت قتلها. الآن كيف ستتبع دريا الطريق؟ ستختار دريا التي تفعل الخطأ دائماً الطريق الخطأ هذه المرة. هل سيسمع باران أثناء حديثهما؟ نعم يا أصدقاء، كان هذا الفيديو أيضاً حتى هنا. إلى اللقاء، لنراكم في فيديوهاتنا الأخرى.